هل وصلنا الى طريق مسدود في تونس في التعامل بين المسؤول والمواطن؟ المسؤول عندي انا حتى تكوينه قديم، ماهوش مواكب اللي قاعد صاير تو. الثوره انا نسميها الثوره الاعلاميه الالكترونيه، اللي هي الويب سايت، اللي هي الفيسبوك او اليوتيوب او مهما كان. اغلبهم مسكرين في تونس، اغلبهم مسكرين. احكي لي شويه عمار 404. عمار 404 معناها هذا نظام، معناها فلتر، معناها عاملينه وزاره الداخليه، مسكرين، سكروا اليوتيوب، سكروا الديلي موشن، فما فتره ما سكروا الفيسبوك، بعد رجعوه. وتو لحد الان ما عادش يقدروا يعملوا حتى شيء. ونقطه الانترنت والفيسبوك، اوكي. فما نقطه اخرى مهمه جدا، الفنانين التوانسه، وينهم الفنانين التوانسه؟ لهيم تو بالراس السنه، لهيم براس العام الفنانين التوانسه، لهيم بالبلعات والشيخات الفنانين التوانسه، وينهم الفنانين التوانسه؟ فالحين كان لما في غزه تصير احداث يتجروا بالقضيه الفلسطينيه، يمشيوا فهمني يعتصبوا، يعملوا اعتصام ويلبسوا لي الكشكولات وشعلوا شمع وقال شنو، نحن مناضلين. وين النضال بتاعكم يا فنانين توانسه؟ علاش 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 انتم قطوا خارج معادله الاحداث اللي قاعده تصير في تونس؟ هل هذا فن؟ والله العظيم كرهوني في الفن، فهمني. ناس قاعده تموت، وناس تاخذ للشوارع، وناس على اعصابها، وناس كذا، والبلاد الله اعلم ماشيه في خندق، يا ربي تستر، وهم ماهمش لهنا. انا الوحيد معناها بعد، هو شاب معناها نحب نحييه، اللي هو الخذاء المبادرة، اسمه جنرال، هو يغني راب فهمتني. هاك دخلت للنقطة الجاية، نقطة الراب. لا نحب هذا الوحيد اللي أنا سمعته من الفنانين الكل فهمتني، اللي في تونس، واللي كان الرسالة نتاعه والمسج نتاعه كان صريح. والشخص اللي هو رئيس الدولة كان ميساجه كان موجه، ما هو غير ما هل فما عيب انه هل فما عيب انه في الدول المتحضره والمتحرك كل فني الفنانين يغنيوا ويقولوا، ومعناتها عندهم حريه التعبير وغنوا على اللي يحبوا عليهم، اوكي، بدون يعني طبعا معناتها في احنا دول العربيه المجتمعات بتاعنا لا تسمح طبعا بالقذف المباشر وكذا 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 الى غيره.